يوغندا بروندي جيبوتي يا كينيا مدحونها صوماليا يا دمان بوغاشوكو تكي افر مالين غودهودا وحين صودا دويين دمانتو هولغال كعصب اي بدلي دونا ادمس اي عوصم حسن شيخ ايا سوق بقبيه سفر وكمري ودمد اي عيدمد كجوغان صوماليا مركلا غريبو إثيوبيا وحيسات كرا دحيسو لمان ودمد واح او كرا هدلي كلا غوركا هولغال كادمس اي كان عصب اي عوصم يوغاندا ايو بوغدي وحونا كلانا قاطي مدحونا هدل كاسي ياغو او صوبة ساري ورمرتييد ودا جيرا او يوغوميهم سنتهي حاسرين تحالة دقيسك أفريكا مرقل ورادين تهو غالك عصوبة قرام مدمدو بيه صوماليا اي هشيس كعيادة مدى صوفة او غيب كاح هشيس افقرات او اسكاشي الدفاعه يوغاندا ووضان كأغبطان اي صوماليا اي كجوغان عيادة مدى بروندي ايا غيب كاح ودا مدى او بوغدي مدحوين حسن وحو كلانا قاطي إيجي سادر كاسي يغو أكوضا حالي أرمو دوراهي أغو مهيم سنتهي عاساس كهوغالك عصوبي أوسم أو بدالي دونا هوغالك حدا عيادمس كاسو يسود ويين حاسم وحاو سيدو كلا سفر كتغي جبوتي أو يانا عيادو ماي كجوغان سوماليا نحوين جيل أيو لقول مي وحين سو سارين ومرتيو تقضب دورا كوكوبان أو كامتهي عيادو مدو عصوبي أقرا مدو مدو بي ألا فيريو إني بدلان هوغالك عادمس يسيدو وحاب سامي وصو عالها قوشها madaxweynaha Soomaaliya wuxuu safarkiisa ku soo gabagabeeyay Kenya oo qayb ka ah howlgalka ADMIS William Ruto oo Nairobi ku kulmeen waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo Geeska Afrika warmurtiyada ay soo wada saareen ayaa waxa ugu muhiimsanaa maalgelin u raadinta howlgalka cusub ee AUSUM sidoo kale labada madaxweyne waxay soo dhaweeyeen aasaasida howlgalka taageerada iyo xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSUM oo bilowga sanadka cusub bilaaban doona madaxweynaha Soomaaliya ma booqan dalka Itoobiya oo isku hayaan xiisada ka dhalatay heshiiska isafgaradka Itoobiya la gashay Soomaaliland bilowgii sanadkan Soomaaliya waxay ku doodaysaa inay leedahay awoodda xulitaanka ciidamada ka mid noqon doona howlgalka cusub ee qaramada midoobay ee AUSUM oo hadda Masar iyo Djibouti oo kaliya soo bandhigeen ka mid noqoshadooda hadaba soo dhaweynta ka timid dhammaan wadamada maxay ka bedeli kartaa qorshaha howlgalka cusub